ايبي جيمنج وفيديو جديد. احنا الابطال ايبي جيمنج الجامدين، مهما تروح فين هتلاقينا موجودين. بصي من شمال طب ليتس جو يمان، انزل حط لايك للفيديو الجميل. يا احنا الابطال ايبي جيمنج الجامدين، يا مهما تروح. وازيكم يا ابطال، عاملين ايه؟ وحشيني جدا جدا جدا. قبل ما نبدا فيديو النهارده ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وفيديو النهارده يا ابطال جايين نكمل سلسلتنا الجامده. طحنا يا ابطال سلسله 24 ساعه، او يعني يعتبر يوم كامل في حاجه. فطبعا جالي كومنت يا ابطال وبيقول لي اعمل يوم كامل في السينما. قلت له والله فكره جامده طحن. فيلا بينا يا ابطال قبل ما نبدا فيديو النهارده، ما تنساش تحط اللايك بتاعك الجامد يعني تفعل زر الجرس لو انت مش مفعله عشان يظهر لك كل فيديوهات الجيمنج الجديده، واشترك في القناه لو انت لسه جديد. وليتس جو. مين اللي ورايا دي؟ استنوا، مين الناس اللي ورايا دول؟ ايه يا جدعان؟ بنش فيهم. ايه ده؟ استنوا يا جدعان، يلا بقى احنا نعمل الجليتش احنا بقى. يلا. ايه ده؟ مش كده، نسيت. ايه ده؟ الناس بدات تيجي. الابطال انا فاتح طبعا ابطال الجوين عشان ابطال يجوا معايا. يلا بينا يا زوزو، يلا بينا يا ابطال، يلا بينا على السينما. يلا ودينا على السينما يا زوزو، يلا بينا ابطال. ترى السينما هتبقى حلوه، تخيلوا كده نقعد يوم كامل 24 ساعه في السينما. هيبقى يعتبر ابطال في حفله، بس يعتبر سينما. بصراحه ابطال متحمس، متحمس قوي. مش عارف ايه ده. اوكي، ايه ده؟ ماشي، يلا يلا بينا ابطال. فتحه طبعا السينما. هنا بقى في بيتزا تمام، واكيد في فشار. فين يا زوزو الفشار اللي كان هنا؟ فين فين يا ابني انت؟ ماشي. فين الفشار؟ ايوه. واو، يلا بينا ابطال. ودخلنا وممنوع نطلع منها. يلا بينا ابطال ونبدا بقى. يلا بينا ناخد الايه ال هو اسمه ايه ده؟ الفشار. ايوه والله يا جدعان جامد قوي. يلا بينا زوزو، والله يبقى احلى تحدي ده يا جدعان. استنوا، ايه ده؟ ايه ده ابطال؟ المكان ده من ضمن يعني من ضمن السينما. بصراحه انا خايف اكون خسرت كده، بس لا ان شاء الله يبقى كده ابطال. خلاص يبقى ده من تبع ده. ماشي، يلا بينا زوزو، يلا يلا بس نتفرج عشان الفيلم بدا. يلا مع الفشار الجامد، بسرعه بسرعه يا زوزو، يلا بينا. لا انا عايز اقعد ورا عشان عينها توجعني بس. ايوه كده. واو واو، ايه الفيلم ده؟ ده فيلم زومبوزو. زومبوزو ماشي، فيلم زومبي جامد قوي. بص يا ابطال انا قاعد ازاي. يلا يا سلام سلم. ايه ده؟ زوزو قعدت كده ليه؟ لحظه كده، لو جيت قعدت هنا هقعد زيها. ايه ده؟ بص انا قاعد مربع ازاي. ايه ده انا قاعد ليه؟ بص هنا قاعد ازاي؟ استنى قلت لك انا عايز اقعد زيها. ايوه هي هنا بقى. يلا على الجمدان، قاعد براحتي ومستكاني. شوف زوزو قاعد ازاي، مفيش غيرنا اصلا في السينما النهارده، وهنقعد هنقعد بقى براحتنا وهنقعد فيها يوم كامل. يا سلام سلم. تعالوا كده يا ابطال نشوف. ايه ده؟ ايه ده يا عم الكرسي؟ يا زوزو استحي. قالوا ماشي، عايز اوري الابطال الفيلم. ايوه كده، حلوه قوي. اكيد انتوا كده ابطال شايفين الفيلم. باين عليه هنا البوليس. ايه ده؟ ايه ده ابطال؟ بطل من الابطال جه. ايوه بقى. ايه ده؟ قاعد كده ليه ده؟ يا كابتن قاعد كده ليه؟ حبيبي حبيب قلبي حبيبي. يلا بينا ابطال نتفرج على الفيلم، نشوف ايه الفيلم ده. مش عارف بصراحه. واو باين عليه فيلم جامد يا جدعان. ايه ده؟ هو برضك نفس اللقطه جت اتعادت. ده واضح هيبقى فيلم زهق. ايه يا جدعان ده؟ ده يبقى فيلم زهق. وسع يا جدع نتفرج على الفيلم. ايه ده ابطال الحلقه بتاعته عامله ازاي؟ ايه ده؟ اوه ماي جاد، حلقه عند مين دي؟ ماشي. ايه ده؟ اللي مش هيحط لايك ملوش فشار. صح يا ابطال. انزلوا حالا حطوا لايك عشان اديكوا فشار، يعني سهله جدا. ادي الفشار يا جدعان. يا نهار ابيض، والله يا جدعان الفشار طعم اسطوره. ما تاكل يا جدع، انت مكسوف ولا ايه؟ مكسوف من الفشار بتاعك؟ قول لي مكسوف. باين عليا مكسوف. استنى انا عايز اقعد هنا. ايه ده؟ في حد هشرق. حد يجيب لي ميه. زوزو هات لي ميه، مش قادر. ايه ده؟ ماشي خلاص ماشي. ما انا بصي قاعد ازاي؟ دي قاعده في حد يقعد كده اصلا في السينما؟ ايه ده؟ اروح فين؟ ايه ده؟ لا 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 يا زوزو. ايه ده انا قعدت فين؟ لا ماشي خلاص. انا طب انا عايز اقعد هنا. طيب ايه ده انا قعدت هنا؟ ماشي اقعد في مكانك. ده انا كده نايم، انا كده جاي انام هنا. انا يعني الحركه دي يا جدعان انا حاسس ان انا جاي انام هنا اصلا، مش جاي اتفرج على حاجه ولا فيلم ولا اي حاجه. يا جدعان زهقت يا جدعان. تعالى يا زوزو زهقت، انا مش عارف اعمل ايه، حاسس زهقان. تعالوا كده نخش هنا. مفيش حاجة هنا؟ ماشي. طب هنا تقريبا نخش هنا هنا نشوف الفيلم. خد الفيلم يا ابطال، اكيد انتوا فاكرين. كان كام يا جدعان؟ سبعة. تعالوا نكتب اي حاجة. لا مش فاكر، مش فاكر يا جدعان والله كان كام. لا نسيت، كان معرفش. ما علينا، مثلا 7 7 8 9. للأسف يا ابطال مش موجود، مش شغال. ما علينا، خلونا نمشي بالفشار بتاعنا وليتس جو. يلا بينا،
خلصنا السينما نشوف بقى نعمل ايه. بس خلي بالكوا يا جدعان، كل ده تبع السينما. ايه ده تقريبا تبع الموديل. اوه استني بقى، ده يبقى جامد طحن. ايه ده، اسف خلاص. معلش اسف. تعال نقعد احنا هنا، وانت اقعد هناك، هو جبان عليه وينكم. تعال ابطال نقول له في السينما. ايه ده قاعد بيصور سيلفي ابطال. ايه ده يا عم، اقعد. طيب اقعد، عشان هنا العقد، هيجي واضح يا جدعان. بصوا عشان تعرفوا السينما يعني ايه، المكان ده يعتبر حاجه زي النادي كده او مول، وفي حاجات كتير قوي يعني، في سينما وفي هنا عقد ازياء، وشويه كده ممكن ندخل اهو على الاستديو ونغني. يا سلام يا جدعان، حاجات كتير قوي ممكن نعملها في يعني المكان النادي ده. فممكن نبقى نعمل فيديوهات يعني. ايه ده، في حد جيب العجله. ايه ده، انت يا كابتن؟ تعال هنا يا كابتن، تعال يا عمي. يلا يا ادم تعال اقعد هنا. استنوا كده، تعالوا نرقص هنا كده. ينفع نرقص كده وانا قاعد؟ ايه ده، لا ما ينفعش. انا هتسلى في الفشار بتاعي. ايش عارف هتسلى. ايه تابلت، تعالى ادم اقعد هنا. ماشي، احنا مستنيين اهو. انه كده ابطال، انا اقعد اكل في الاكل بتاعي في الفشار بتاعي عقبال ما زوزو تخلص. باين عليها اصلا يا جدعان مش هتخلص النهارده. والله طعمه لذيذ جامد قوي يا جدعان، والله عاش قوي. ايه ده، احنا التلاته معانا نفس الفشار، بنقلد بعض احنا في كل حاجه يعني، مش عارف ما علينا. يلا بينا، انا متحمس جدا يا جدعان والله، اما نشوف ايه اللي هيحصل. ولف، ايه ده، عندك حق والله. يلا بينا، النفسيه محتاجه ولف. سألو كده ولف، لا كده كابتن ولف. يا سلام يا سلام، ايه ده، ده بيرقص. لا يا باشا ولف، مش هقبل غير ولف. ودي يا سلام، اديله. تخيلوا كده حد دخل علينا يعني لسه اول مره شفنا، ودخل علينا من الابطال وبيقول، هيجي يقول ايه ده، ايه العيال العبيطه دي. ايه ده، الضحك. ايه ده، لا يا عم مش عايز اديله الفشار بتاعي. ايه ده، انا باكل فشار ازاي يا عم؟ شيل من ايدك الفشار. واو جامد. سنة ابطال، واو والله يا جدعان. ايه ده، عايز ادخل عايز اشوفها. اوه بسرعه، ما شفتش خلاص، اسف. يلا يا جدعان بسرعه. وي ايه ده، ازاي يعني؟ طب دماغي ايه ده، تعال حد يجي يكمل يا جدعان، حد يجي يكمل. ايه ده، في واحد بيغني. اوه واو، لحظه يا جدعان كده، عايز اشيل الولف. تعالوا كده ندوس كده، اه تقريبا كده نشيل. حد يغني يا جدعان، يلا حد يغني يا جدعان. باين عليكم مش هتغنوا، باين عليكم النهارده. ما يلا يا زوزه تقعدي لامتى، عايزين نكمل يومنا في السينما، ما احنا مش هنجرب كل حاجه هنا. طب ما يلا، تعالى بسرعه يلا. يعني مش هتيجي يعني؟ احنا انا هدخل السينما صراحه، عايز اتفرج على فيلم. ماليش دعوه بقى خلاص، بس احنا ابطال لازم ننهي الفيديو في السينما يعني. بص فوق ده كمان، فوق حاجات كتير قوي. يا نهار ابيض، موضوع كبير يا جدعان ده. ما علينا، بس ان شاء الله يبقى في فيديوهات كتير قوي الفتره الجايه عن السلسله دي، ان شاء الله نختمها. ايه ده، اوه يلا يا زوزو يلا. واحد، يلا كله يقعد. يلا يا ابطال، واحد اتنين تلاتة. ايه ده، ماشي تلاتة. تن 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 تن. واو واو، تن تن. واو، ايه ده الجمدان ده. يلا ايوه بقى، ايه ده جمدان. ايه ماشي، ايه ده، ايه ده جمدان. لحظة يما، دي مرعبة يا جدعان، اجروا. رن، دي بتخوف. يا نهار ابيض، لا بسرعة بسرعة عشان تبقى مشهورة. ايه ده، ايه ده، والله حلو جامد في السينما، والله حلوة. يلا يا ابطال بسرعة، يلا بينا يا ابطال نروح بقى ايه في السينما. بسرعة الفشار بتاعي. ماشي، هاخد بيتزا، انا هاخد واحد بيتزا. خلاص خدت واحدة بيتزا، ما خلاص بقى كل واحد راح جايب. ماشي، انا هاخد واحدة بيتزا وهنزل بيها اتفرج ابطال على السينما تحت. ايه ده، يا سلام، لا انا كده مش بتفرج على الفيلم بس. يا سلام سلم، ايوه ابطال كله في السينما، كله في السينما. يلا يا عم اقعد. طب بص عليا كده ليه، استنى يا عم اقعد، الفيلم حماس ده. الواد ده ايه اللي بيزمر ده في وداني ده، والله ما عارف ابطال ايه اللي بيزمر في وداني. استنى ابطال، يا نهار، ايه ده، هو دي الاعاده ولا ايه يا جدعان؟ احنا كل شويه اما بنيجي اوبا فاكرين يا ابطال المكان ده، المكان ده احنا رحناه. ايه ده، ايه ده. شوفوا يا جدعان الواد اللي قدامي ده اللي ورايا ولا ايه، شكلك مش نايم كويس. اه فعلا والله باين عليا، وباكل البيتزا وانا نايم، مش نايم خالص كويس. استنى يا جدعان، الفيلم باين عليه احداثه اسطوريه جدا. ايه ده، ايه اللي حصل؟ واو، هنا بقى هنا انا نفسي اشوف فيديو الفيلم ده من اوله، انا تعبت يا جدعان والله، نفسي اشوف حرفيا الفيلم من اوله.
لحظة كده هنا بيقول لك ايه، ايوه، وهنا الزومبي فجأة بقى معاه سلاح مش عارف ازاي. لا مولانا اخضر هيكون ايه يعني، هيكون انسان يعني بني ادم يعني ايه ده. وبعدها هنا اتصلوا بالبان عليه الراجل الشرطة اتحول تقريبا، راجل الشرطة اتحول اتصل بواحد بقى ايه اللي هو الناس، ايوه، وجي وجم اهو معاهم السلاح. استنى وابطال نشوفهم بعدها هيعملوا ايه، بعد الموضوع ده يعملوا ايه. اوه ايه ده، بعدها بقى راحوا طبوا عليه بالليل على الفجر باين يبان عليه اللي هو بالليل قوي، تخيلوا. اوه بعدها راحوا طبوا هنا عليه، ولا هو لا دي بدايه الفيلم يا جدعان، فهمت؟ دي بدايه الفيلم، هو بيتوب فجاه راح لقى زومبي ايه اهو. بصوا اهو ايه ده، والله يا جدعان مش فاهم يا جدعان، قولوا لي الفيلم ده في الكومنتات. ولو عارفين اكواد يا جدعان يعني ايه المفروض اللي احنا هنا، زهقت من البيتزا صح، والمفروض يا ابطال اللي احنا هنا بنحط اكواد، فلو في اي حد يعرف اي كود فيلم غير الفيلم ده الزعلان ده يا ايه ده ماشي، واو يا ريت يقول لي يا جدعان يعني تحت اي كود كده بتاع فيلم مثلا، عشان عايزين نتفرج عليه في مره تانية لو كده يعني. فبس كده يا ابطال يعتبر فيديو النهارده خلص، اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده، ما تنسوش تحطوا لايك الفيديو وسبسكرايب للقناه، اهم حاجه تفعلوا زر الجرس عشان يظهر لكم كل فيديوهات الجيمنج الجايه جديده. وبس كده، اي بي جيمنج ابطال الجيمنج، والسلام. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك، ايوه جدع. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك، ما تنساش بقى تفعل الجرس بقى وانت ماشي، ايوه بقى. اوه.